في البداية نحن خرجنا لا لنحصل على مناصب ولا نتقاسم وزارة ولا نكون مقعد في البرلمان. نحن خرجنا من أجل ظالم قهر الشعب وطغى وفعل الطائفية في البلد، فنحن خرجنا لحتى ننتصر من الظلم ونخلص منه، ومن خرج من العبودية لا يمكن أن يعود لها. هذه رسالة لكل العالم، نحن أصبحنا أحرار ولن نعود إلى العبودية أبدا. نحن ما راح نصالح، هو في يوم ما هو وشبيحته قالوا سوريا أو بشار أو نحرق البلد، فنحن بنقول له سوريا أو نحرق الأسد بإذن الله. على إيش بدنا نصالح؟ على دم شهدائنا، إلا على المغتصبات، إلا على حمزة الخطيب، إلا على عباس الساروت، على هالشهداء اللي ضحت، يرجعنا اللي اغتصبوهم بنات ويرجعنا الشهداء أحياء. وباسم الأحرار في إدلب لا نصالح الأسد، لا نصالح إلا دمنا. يرجعنا المعتقلين، يرجعنا المغتصبات، نحن ما منصالح. نظام رئيس عصابة وليس رئيس دولة، الرئيس هو اللي بيحافظ على شعبه، هذا الرئيس أباد شعبه في أكمله، فنحن ما منصالح. حتى القضية على كل الأحوال، القضية ما بإيد حدا طاول، بإيد الله، ثم بإيد الشعب السوري.